شوف، ايران استاذ احمد، الاستراتيجيه يعني استراتيجيه ايران في مواجهه اسرائيل هي الحرب بعيده المدى. يعني شوف، عمليا ايران ليس لديها حدود مشتركه مع اسرائيل حتى تدخل بحرب مباشره. لذلك اخترعت هذا الاسلوب، تجهيز حزب الله، تجهيز الاخوه في فلسطين، يعني الفصائل في سوريا والعراق. هذا الاسلوب، خلق الجيوش، استراتيجيه قاسم سليمان. الحقيقه انا اقول لحضرتك ان ايران تقاتل بعقل سليماني في هذه اللحظه، يعني لا زالت استراتيجيه سليمان هي الحاكم، لم تتغير بعد رحيله يعني. فهذا الشيء المريح بالنسبه لايران، يتجنب المواجهه المباشره، وحتى يعني تدخل بشكل عسكري مباشر في اي حرب مع اسرائيل تحتاج الى ان تدخل العراق السوري يعني. وهذا امر يعني حضرتك تعرف هناك قواعد امريكيه، ويعني هذا الامر لا تستطيع ان تقوم به ايران. فليس لديها خيار سوى تطوير قدراتها الصاروخيه وتطوير الحلفاء القريبون من اسرائيل، القريبين من اسرائيل يعني. هذه استراتيجيه ايران، وهي ماضيه بتطويرها الحقيقه. فلذلك هي مكتفيه بهذا الموضوع. يعني ايران لا تريد ان تدخل الحرب، لان اصدقائها يقومون بالحرب، لان حزب الله يعني هو يتدمر من اجل هذه الحرب. الحوثيون تعرضوا الى ضربات في يعني الرئيس عيسى والحديده مؤثره على الاقتصاد في اليمن يعني، ولكنهم لا زالوا يقاومون. فعمليا ايران لا تحتاج لتحريك اي عناصر عسكريه، ولا لان الحرب، لان يعني أنا قلت لحضرتك في حلقة أن إيران وزعت قدراتها الاستراتيجية على حلفائها في المنطقة. فهذا عمليا هناك إيرانات قريبة من إسرائيل، فلا تحتاج إيران إلى أن تقوم بحرب مباشرة مع إسرائيل، وأن الحرب التي تقوم بها هي في حدود الرد وحفظ الحيثية. يعني دولة مثل إيران بقدراتها وحجمها الجغرافي تعتدي عليها وتستهدفها إسرائيل، دولة تعتبر يعني أقل من إقليم من أقاليم إيران. طبعا هذا الامر يصدع صوره ايران في منطقه الشرق الاوسط وامام حلفائها ايضا. ففي بعض الاحيان تحتاج الى الرد المباشر، كما حصل في اغتيال الجنرال سليماني حينما ردت على القواعد الامريكيه.